موضوع ديال حزب الكفاءات كيظهر لي بان الحقيقه واضحه بانه هذاك الشيء طاق ما كان كلام، والحقيقه هي انه ما كاين لا كفاءات لا جوج. كاينه كفاءات في شي حوايج في جوانب ماشي ديال التدبير، شي حوايج خاصه شخصيه الجميع يتحدث عنها. وهاد الظاهره ديال انه كاين في المكاتب مسيره ديال بصفة عامة تولي مناصب مسؤولية داخل أفراد العائلة، هادشي ظاهرة عامة يعني افتضحت أكثر مع هاد التحالف الثلاثي. أنت مع هاد التحالف الثلاثي بثلاثة الأحزاب بكل وضوح، إلا مشيتي للبرلمان غتلقى بأنه كاين منسق مسؤول في حزب وخوه أختو، كاين خوه في هذا المجلس وهو في المجلس الاخر اختو، كاين هذا وبنته، كاين هذا ومراته، كاين ولده، كاين هذه القضيه ديال الجماعات. الوزيره ديال التضامن دارت راجلها مدير الديوان ديالها، وداك الشيء جرى ترتب عليه ما ترتب والى اخره. في هذه القضيه ديال الازواج راه ماشي غير الدار البيضاء بوحدها، انا درت احاله على الرباط مثلا، النموذج ديال الرباط اللي في نفس الوقت هو المنسق الجهوي ديال الحزب ويمكن محامي، وكلفاتو بقضايا ديال الجماعه بشكل مباشر ماشي حتى باعلان ديال شي منافسه ولا شي حاجه. الدار البيضاء العمده ورجلها. على كل حال فهذا شوف بقدر ما يؤكد بانه هذه القضيه ديال الشعار ديال حزب الكفاءات هذه خرافه، بقدر ما كيؤكد بانه كاين عندنا معضله ديال انه عندنا احزاب بين قوسين. اذا كانت احزاب ما فيهاش المقومات ديال الاحزاب السياسيه باعتبارها تجمع عنده الرابط الايديولوجي والبرنامجي والتنظيمي والنضالي والى اخره، تحولت الى تجمعات عائليه. هذا إشكال كبير يضرب في الصميم الديمقراطية في البلاد. مبدئيا ما عنديش مشكل ديال العائلات لو كان معاها الكفاءة، لو كانت معاها الكفاءة شي مشكل، شي مشكل. ولكن المشكل ما كاينش الكفاءة، كاين حوايج أخرى، كاين حوايج أخرى. هذا كي يضاد في تيليه يعني تردي العلاقة ما بين مكونات التحالف، اش كيترتب عليه؟ كيترتب عليه تخلف المسيرة التنموية في المدينة، وفي نفس الوقت كيفتح المجال باش السلطة تملأ الفراغ. إلا غنتكلمو بمنظور تنموي، هاد السلطة تملأ الفراغ مطلوب باش ما يوقعش تأخر. ولكن من ناحية الديمقراطية حنا ما كنقبلوهش، من ناحية الديمقراطية حنا ما كنقبلوش أنه السلطات تحل محل المنتخب. السلطات عندها أدوار حددها لها القانون، والمنتخب عنده أدوار حددها له القانون ومطلوبة. هذا المنتخب عنده مشروعية ديمقراطية خصنا نقويوها، والسلطات عندها كتجي عن طريق التعيين وعندها أدوار تكمل الأدوار ديال المنتخب. حنا الا غنكونوا انتهازيين حنا ما في جميع الاحوال حنا ما يمكنناش نفرحوا ان السلطات تحل محل المنتخبين، ولكن الواقع يعني كيحتم امور، كيحتم امور. على كل حال لدرجه انه الدستور اليوم والقانون التنظيمي حين وضعه 113/14 راه ما بقاش القضيه ديال العزل بقرار اداري ديال العامل او شي حاجه. اي قرارات ديال العزل لابد ان تحال على القضاء لكي يتبع القضاء. ولذلك نحن نخشى طبعا هذا الشيء ديال استحقاقات ديال 2025 2030، هذا استحقاق ديال الدوله. نتي كيظهر لي موضوعيا هذا المكتب اللي كاين وهذا التحالف اللي كاين الطريقه باش خدامين الى حدود الان غير مؤهلين باش يجعلوا الضريبة في الموعد.